هذا أنتم أحبائي لش اليوم في مقطع كأني نسيت. المهم هاي فيديو اليوم سيسبب القليل من المتاعب. أول شيء سنتكلم عن شخصية سارة ماسومي وشخصية هاي براءاي، لذلك أيها المتأخرون ربما يكون هناك حرق. ثاني شيء أود إخباركم أني بدأت بقناة جديدة اسمها كوين أبريل تي في، فيها سأراجع المسلسلات والأفلام من كل التصانيف ومن كل الجنسيات. أي شيء جيد سأوصي به وأي شيء لا يستحق سأتكلم عنه، وكله بأسلوبي الخاص. ستجدون رابطها بالتعليق الأول وكذلك بصندوق الوصف. المهتمين بالموضوع لاقوني هناك، واللي اشتركوا أساسا من أحبائي أقول لهم أهلا وسهلا، نورتم البيت الفاضي، ننتظر أن يصل الأساس. دائما في إطار الحديث عن هاي براءاي المثيرة للجدل، نقدم الجزء الثالث من سلسلتها، وكالعادة هدفي هو فك الغموض، أي أنا بريئة تماما، لا أقول شيء ولا أفعل أي شيء. في الجزء الأول تكلمنا عن أم العقاقير وقصة حياتها، في الجزء الثاني تكلمنا عن بعض الأمور التي تخص شخصيتها، وقلت لكم أننا سنتكلم عن علاقاتها مع الأبطال. لذلك لطالما كانت هناك علاقة تزعجني، ولطالما كان هناك سؤال صعب يراودني. الصراع بين هايبرا وسارة على ماذا سيكون، أو بالأحرى عن من سيكون. وطبعا هناك فئة من جمهور القناة دائما تسأل ما الفائدة، ما الفائدة من معرفة كذا وكذا. سيسألون أيضا ما الفائدة من معرفة عن من ستتعارك هايبرا وسارة. إذا فكروا جيدا، ماذا سينتج عن صراع مفتاح القصة هايبرا مع ابنة العائلة الحمراء سارة؟ إذا دخلتا في معركة ضد بعضهما، كيف ستؤثران بالقصة؟ أشعر بالملل وقلبي يحدثني أن المشكلات العجيبة قادمة بعد قليل. بدأ الأمر منذ أن أكد غوشو على وجود صراع أو مواجهة ما بين سارة ماسومي وهاي براءاي في سنة 2015. كما ترون رد على بطاقة بريدية من أحد الفانز قائلا: ستكون هناك معركة لأن سارة تشان وهاي براء معجبتان بنفس الشخص. أوكي، لنسطر على الكلمات المفتاحية: سارة، هاي براء، ومعجبتان بنفس الشخص. ولكن كما تعلمون الإعجاب لا يكون دائما عاطفيا، ربما يكون إعجابا عاديا، كأن يعجب شخص ما بآخر ويصبح قدوة له، أي ليس بالضرورة حبا. ولذلك بقي المتابعون يتخبطون في نظرياتهم إلى أن رجع من جديد وأكد على نوع هذه المواجهة، والتي ستكون مواجهة عاطفية أساسها الحب، برد آخر على بطاقة بريدية سنة 2016. للصراحة أنا كنت أعرف هذا مسبقا حتى قبل أن يؤكده، لأن التلميحات كانت كثيرة. سأل صاحبها إن كانت سارة وهايبرا ستتنافسان على شيء آخر غير الحب، فقال غوشو: لا أظن ذلك. إذن حسم الأمر، ستكون هناك مواجهة بينهما، وصفها غوشو بالمعركة عن شخص هما الاثنتين معجبتين به. هل بدأت تتضح الصورة فانز هايبرا؟ أين شباشبكم؟ المهم عندي، إذا أرسلتم شبشبا هاتوا أخوه، وحبذا يكون جديدا، لأني أفكر في فتح محل لبيع الشباشب بعد انتهاء الأزمة الصحية. الواحد لازم يستفيد من أي فرصة متاحة أمامه، صح؟ المهم ماذا سنفعل الآن؟ سنحاول توقع من هو هذا الشخص المشترك بينهما، والذي ستتعارك عليه اثنتان من أفضل الشخصيات بالأنمي. لن نسأل عن السبب لأننا نعرف بالفعل أنه الحب. سنقسمه إلى محورين، واحد لهايبرا والثاني لسارة، ونحاول جمعهما بالأخير. كما نعلم جميعا هايبرا معجبة بلاعب الكرة هيغو، وسبق أن حذرتكم أنني إذا سمعت أحدكم يقول أنها تحبه والله بالشبشب. لماذا؟ لأنها معجبة به فقط كمشهور، وليس ذلك الحب الذي يدفعها للزواج أو تأسيس علاقة. يعني إعجاب مثل إعجاب كوغورو بأوكينو وإعجاب سونوكو بكايتوكيد.
وبس. كذلك سبق وتكلمنا في هذا الفيديو عن حب هايبرا لكونان، ولكن سينزل فيديو آخر مستقبلا نعالج فيه هذه المسألة، لأنكم تكررون هذا الطلب كل فترة. إذا لدينا هيوغو ولدينا كونان، هل يوجد شخص آخر محتمل؟ نعم يوجد شخصان، أمورو وأكاي. هناك الكثير منكم ممن طرح عامل السن بين شيهو بين أكاي أو أمورو. بصراحة شديدة لو استعملنا المنطق فهذا صحيح، ولكن لو استعملنا منطق الأنمي والثقافة اليابانية سنجد أن الرجال اليابانيين لا حرج لديهم في الزواج من بنات أصغر منهم بكثير، وهذا موجود عند العرب أيضا. كذلك الأنمي الذي يتحدث عن التقلص والخلود لا أرى داعي للكلام عن فرق العمر لأن الأمر مربك، ولكن بما أنهما عازبان فهما مرشحان أكيد. المهم أكاي بما أنه أخ ماسومي فسنستثنيه أوتوماتيكيا، بالمقابل سيبقى أمورو. هل هايبرا تظهر اهتماما عن أمورو؟ أبدا ولا بأي شكل. هل أمورو يظهر اهتماما حول شيهو؟ أبدا. الأمور التي تثير اهتمام أمورو كثيرة، ولكن الأكيد الحب ليس من بينها. كذلك عندما سئل غوشو حول نوع النساء اللواتي يمكن أن ينجذب لهن أمورو، أجاب المرأة الذكية والمرحة. نتفق جميعا أن المرح ليس من صفات هايبارا، فهي هادئة جدا تشبه شخصية شينتي أكثر من هذه الناحية يعني. إذن أمورو أيضا مستبعد ليبقى كونان فقط. مع ذلك نحتاج لبعض المساعدة، لأنه لا يمكن إبعاد أمورو هكذا فقط، ولن نجد مكانا أفضل من تصريحات غوشو. جمعت لكم بعض التصريحات التي مرت في السنوات السابقة جنب كل سؤال، ستجدون المصدر. السؤال الأول، سؤال صريح يقول هل كونان معجب بهايبارا؟ رد غوشو سأتركه لخيالك. اسمحوا لي لازم أتدخل هنا، يا ريتك لم تتركها لمخيلتهم، لأنك لا تعرف أبدا مخيلة فانز هايبارا ماذا تتخيل وكيف تتخيل. المهم التالي، هل هايبارا معجبة بكونان؟ رد غوشو لماذا تطرح سؤالا كهذا بشكل مفاجئ؟ أنا قلت لك أصلا يا غوشو لا تتركها لمخيلتهم. التالي، أريد أن أرى لحظات حب بين كونان وهايبارا. شفت اللعب كيف؟ ألم أقل لك لا تتركها لمخيلتهم؟ رد غوشو ماذا يجب أن أفعل؟ والآن صار يسألني ماذا يجب أن يفعل. هل تسألنا نحن؟ التالي، ما نوع المشاعر بين كونان وهايبارا؟ هل هي ثقة؟ رد غوشو أعتقد أنها تحظى بثقته الكاملة. التالي، ردا على بطاقة بريدية أرسلها فان حيث قال له غوشو بالتأكيد ران ستحظى بنهاية سعيدة. التالي، أنا أحب آي تشان كثيرا، هل هو صحيح أنها لا يمكن أن تكون سعيدة؟ أريد أن أراها مبتسمة من الآن فصاعدا. رد غوشو لا أملك فكرة متى سأرسم هذا المشهد، ولكن في النهاية الحقيقية قد تكون هناك بعض النقاط المضيئة عنها. لاحظوا التعبير، النقاط المضيئة. التالي، أريد أن أرى كل من هايبارا وشويتشي قد عادا لحياتهما الطبيعية. رد غوشو نعم أريد ذلك أيضا، ترقبوا ذلك. إذن هذه كانت التصاريح التي لها علاقة بالموضوع. نستنتج منها أن نهاية ران سعيدة تماما، يعني علاقتها بشينتي ستظل بخير ولن تموت ران كما يقول البعض، ولكن نهاية هايبارا ليست كذلك. لأنه لو لاحظتم تساءل صاحب السؤال عن مدى صحة الكلام الذي يقول أنها لن تصبح سعيدة وطلب أن يراها مبتسمة، وذلك سببه تصريح سابق لغوشو، ها هو قال فيه أن هايبارا لن تجد السعادة لأن اسمها يعني الحزن. هذه المرة أيضا غوشو لم ينفي الكلام، ولكنه بالمقابل طمأنه أنه رغم أن نهايتها لن تكون سعيدة تماما ستحظى بنقاط مضيئة وستعود لحياة طبيعية. لذلك إن كان لديكم أمل أن هايبارا سترتبط بشينتي فهذان التصريحان ينسفانه كليا. الاستنتاج الثاني، العلاقة من كونان نحو هايبارا
ثقة كاملة، ولكن العلاقة من هايبارا نحو كونان مبهمة. غوشو رفض الإجابة كليا، لذلك فالشخص الذي تحبه هايبارا هو كونان. وأعلم أن قسما كبيرا من فانز هايبارا يرفض ذلك، ولكن ماذا أفعل لكم؟ لا يوجد كلام ينفي حتى تصريح غوشو كما رأيتم. ننتقل لمحور سير. تكلمنا قليلا عن شخصية سيرا ماسومي بالجزء الأول. جميع الفيديوهات التي ذكرتها بالمقطع ستجدون روابطها بصندوق الوصف. ولأنها شخصية جديدة فالمعلومات عنها محدودة. سبق وقلت أنه لا ربما ترتبط ماسومي مستقبلا بأمورو تورو في فيديو زواج أمورو تورو، وذلك لعدة أسباب، أهمها كونها توافق بشكل ممتاز مواصفات المرأة التي يفضلها أمورو، الذكية المرحة. كذلك إن حبها أمورو فهذا سيساهم بشكل كبير في إخماد الحرب بينه وبين آكاي شويتشي. نعلم جميعا أن أمورو يكره آكاي بشكل جنوني، وكلما رآه يفقد أعصابه، حتى أنه كان يخطط لإلقاء القبض عليه وتسليمه للمنظمة السوداء كي تقتله ويتخلص منه. ورأينا جميعا تفانيه لفعل ذلك، حيث نزل للشارع متنكرا بهيئته فقط كي يعرف حقيقة موته. تكلمنا عن كل هذا في فيديو جلد شخصية أمورو. لو أحب أمورو أخت آكاي فهي الوحيدة التي يمكنها إنهاء هذه العداوة، لأننا نعلم أن قصة العداوة بين أمورو وأكاي هي مجرد سوء فهم، ولكن المشكلة ليست هنا. واحد، كيف نقنع أمورو على الجلوس مع أكاي كي نفتح الموضوع أساسا؟ المشكلة اثنان، كيف نجعله يستمع لأكاي لدقيقتين قبل أن يخنقه؟ أكاي استمع. المشكلة ثلاثة، كيف نجعله يصدق القصة من الأساس أنها كانت سوء فهم؟ تعلمون أن الحادثة ليس لها شهود. لهذا أنا أعتقد أن تدخل ماسومي هو حل جيد لفك هذه العقدة بالأنمي، إلا إذا أبدأ أمورو تساهلا ولا أظنه سيفعل. المهم هذه العلاقة لن تفيدنا في فيديو اليوم، لأنه لا علاقة لأمورو بهايبارا حاليا، ولأن الشخص الذي ستتعاركان عليه هما معجبتان به الآن، يعني في الوقت الحاضر. لذلك سنمر أيضا لتصريحات غوشو حول حياة سيرا العاطفية والتي لها علاقة بموضوعنا. السؤال الأول، هل هناك أي شخص تحبه سيرا ماسومي؟ رد غوشو، نعم هناك. التالي، من تحب سيرا الآن؟ رد غوشو، يجب أن يكون كونان. هل تملك سيرا حبيبا؟ رد غوشو، لا، ولكن هناك شخص. وضحك، يعني هناك شخص ما تفكر به السيرة حاليا. هل أمورو سان وسيرا تشان سيكونان ثنائيا؟ طبعا إذا لم يموت أمورو. ضحك غوشو وقال لماذا؟ بالحقيقة لماذا هنا التي قالها لسبب ما أشعر أنه قالها عن الموت ليس عن الحب، يعني وكأنه يجيبه لماذا سيموت أمورو أصلا. تمنيت لو لم يضف الفان جملة إذا لم يموت أمورو كان جواب غوشو سيكون واضحا أكثر، ولكن بما أنهم يسألون عن هذا معناه أن فارق العمر ليس عائقا، يعني هناك إمكانية. التالي، ما هو نوع الأولاد الذي يعجب سيرا تشان؟ أجاب غوشو، كونان كون. طبعا الإجابة ذكية جدا، لأن السائل لو لاحظتم استخدم كلمة boys يعني الأولاد، لذلك كان جواب غوشو كونان، لكنه لو استخدم كلمة الرجال كان سيجيبه شينتي. التالي، سيرا تظهر وجها بريئا لكونان ولكنها لا تفعل مع شينتي، هل هو بسبب كونها معجبة بالصبي من ذكرياتها؟ رد غوشو، يبدو الأمر كذلك. إذن فالأمر واضح، سيرا جاءت من اليوم الأول معجبة بكونان وحاطة عينها عليه لأنها تحبه من ذكرياتها من الطفولة، حيث التقت به عندما كان رفقة ران وأعجبت به وبذكائه وبقدرته على فعل شيء لم تتمكن هي من فعله، وهو رسم الابتسامة على وجه أخيها العابس والذي لا يضحك أبدا، والذي يا سبحان الله يضحك لامرأة واحدة بالعالم تعرفونها جميعكم، رافسة النعم هايبارا. المهم هناك نقطة هامة في هذا الموضوع وهي ران موري. هايبارا عندما جاءت أول مرة كانت تعرف أن شينتي يحب ران لأنها شاهدتهما معا في موعد قبل التقلص واستنتجت ذلك، ولكن لم تخطط للوقوع في حبه. جاء ذلك نتيجة لعدة ظروف، من بينها أنه حماها في الوقت الذي كانت فيه بحاجة للأمان والحماية، وتراجعت عن التفكير به بسبب ران، ولكن الحب
لا يزال موجود. خلينا نقول احتفظت به لنفسها، أي أبقته سرا. كذلك تحاول ما أمكن أن لا تظهر تلك المشاعر له، عكس محاولاتها في السابق. الآن تخفي ما أمكن. سارة أيضا عندما جاءت تفاجأت بوجود ران، أي أنها لم تكن تعلم أن شينتي في علاقة مع ران، ويبدو واضحا كونها لا تحاول استمالته أبدا أو التخطيط لإزالة ران، مثلها مثل هايبارا. إذا أردنا مثالا مضادا، لدينا موميجي التي تحاول إبعاد كازوها. فهمنا الفرق، سارة وهايبارا لا تحاولان إبعاد ران، إذن فسارة أيضا احتفظت بذلك الإعجاب لنفسها وأبقته سرا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، أنت تخفين وأنت تخفين، ما الذي يمكنه أن ينتج الصراع؟ إذن هذه المشاعر التي تخفى الآن قد تظهر في يوم ما عندما تكون الفرصة ملائمة، يعني هو حب سري في الأخير. هذه الجملة أبقته سرا، احتفظت به لنفسها، حب سري، تبدو مألوفة لي، هل هي كذلك بالنسبة لكم أيضا؟ تماما، أغنية حب السري My Secret Love هي شارت نهاية كونان التي بدأت في حلقة أول ظهور لأمورو تورو، والذي صادف أنه كان مشبها به كونه باربون إلى جانب ماسومي. كلمات الأغنية جد معبرة، تتكلم عن الفتاة التي لديها حب سري لشخص ما. في البداية تقول أنها راضية أنها تخفيه في قلبها وسعيدة به، ولكن في النهاية تقول أنها ليست فرصتها الأخيرة، ستتشجع ولن تكون جبانة، وسيتحول يوما ما لحقيقة. وهذا ما لفت انتباهي. شارة نهاية هذه جاءت غريبة، لأن وقتها كان الجميع مشغول يبحث عن هوية باربون، ولكن ليس هذا السبب الوحيد لاهتمامي بها. السبب هو مشاهد الشارة التي ظهرت فيها هاتان الشخصيتان. أول شيء، بدأ عرض الشارة في الحلقة رقم 667، أي سارة ماسومي كانت قد قدمت للجمهور مسبقا ودخلت القصة. عندما تمعن النظر ماليا في الفتاة ستجد أنها تشبه بشكل ما ماسومي، رغم أن شعرها أطول. ولكن المهم أن هذه الفتاة التي تشبه سارة كانت سعيدة لرؤية سانشي، ولكن تفاجأت بوجود ران تماما مثل ما حدث مع سارة. كذلك هي من نفس عمر ران وتدرس معها في نفس الثانوية. في مقطعها تقول الأغنية أنها تمثل عندما تكون بجانبه كي لا يلاحظ حبها، ولكن الحقيقة ستظهر يوما ما لأنه لا يمكن إخفاؤها. إلى هنا كل شيء تمام، ولكن ينقلب الوضع إلى كونان بمشهد آخر وفتاة أخرى. طبعا لتمويه الموضوع وضعت شخصية هايبارا جنب كونان لكي لا يقول لا أحد ويستنتج مثلما أستنتج أنا أن الفتاتين هما سارة وهايبارا، ولكن انظروا هي تشبه بالفعل هايبارا بشكل أوضح من الوضوح. عندما كان سانشي ظهرت شبيهة سارة في الثانوية، عندما أصبح كونان ظهرت شبيهة هايبارا في المدرسة. في مقطعها تقول أنها سعيدة لاحتفاظها بذلك الحب السري، عكس الأخرى التي تقول أنها ليست الفرصة الأخيرة والحقيقة لا يمكن إخفاؤها. لذلك أنا أتوقع أنه ما بين سارة وهايبارا، إذا كانت واحدة منهما ستعترف يوما ما لسانشي أنها تحبه، فستكون ماسومي. أما هايبارا فقد قطعت قرارا نهائيا أنه سيظل حبا سريا، يعني لن تعترف هايبارا لسانشي، ذلك المشهد لن نراه. بالمقابل سنرى اعترافا لسارة ماسومي، ولكن سارة لا يمكن أن تعترف لطفل بمشاعرها، لذلك يجب أن يكون بهيئته الحقيقية كسانشي، مما يعني أنه لا بد من وجود ترياق للعقار. أما هايبارا التي قررت الاحتفاظ بالحب السري، هل نحن متأكدون أنها تريد أن ترجع كشيهو؟ لنسأل هايبارا السؤال التالي: لو بقي الأمر لك ولقرارك أنت وحدك دون ضغط من أحد، هل تفضلين صنع ترياق لعقارك وجعل كونان يشربه ليعود لران بهيئته الطبيعية؟ أم تفضلين عدم قدرتك على صنعه أبدا وإبقائه إلى جانبك ككونان ليكبر معك كأي أطفال عاديين وتكونين أنت إلى جانبه كما حدث في الأوفا؟ برأيكم ماذا ستجيب هايبارا لو سألناها هذا؟
طيب سارة، إذا سألناها نفس السؤال، هل تريدين عودة شينتي لربما تحظين بفرصة التعبير عن مشاعرك؟ أو يبقى كطفل في المدرسة الابتدائية؟ ماذا سيكون جواب سارة؟ لذلك فالصراع بينهما سيكون بسبب حبهما لشينتي كونان، والسبب حسب توقعي هو كون سارة تريد العقار النهائي ليعود لطبيعته كشينتي إلى جانب والدتها، في حين أن هايبرا تريد التماطل كي تحتفظ به أكبر مدة إلى جانبها ككونان، لأنها بدأت بالتفكير بعدم العودة لهيئتها الطبيعية كشيهو. لكن الأكيد ستكون حربا باردة بينهما، وهما الوحيدتان اللتان ستفهمان حقيقة مشاعرهما، أي لن يشعر أحد بهما، ولكن نحن سنشهد على كل شيء. نعم، بالتأكيد لن يبدأ أي شيء وهو على هذه الحال. كان هذا رأيي حول صراع سارة وهايبر العاطفي. أتمنى أن تكونوا ركزتم جيدا وفهمتم ما ورد في الفيديو. وأنتم ما رأيكم؟ هل هناك شخص آخر محتمل؟ أخبروني بالتعليقات. إلى اللقاء. أنا اللي عمرني ما بكيت عينيها دمعة، بكتني بحور كنت غير نشوفها تنزل من